السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وهنصور مع بعض الفراخ الكبيرة اللي انتم شايفينها ديت. هنحط له مكون كويس جدا. الفراخ برضه اللي انتم شايفينها دي في الابكاس ديت هنشوفها برضه، وهنشوف تربية الابكاس وصلت معانا لفين، وهنحط له مكون كويس جدا. المكون ده يا جماعة إن شاء الله هيفيدكم كتير لو انتم عرفتوه، يعني لو انتم عرفتوه وعرفتوا فوائده على طول هتحطوه الفراخ علشان يحفظ الفراخ معاكي ويخلي الفراخ ما شاء الله تمشي معاكي كويس، ويوم هيجي بيومين. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده، ويلا بينا. طبعا اول ما طلعت بقى نضفت الفراخ، لان طبعا كنت طالعه اساسا ان انا انضف الفراخ هنا، فنضفنا لهم اهوت، وحطينا برده فرشه كده في الارضيه. الفرشه ديت يا جماعه ده الشلاز اللي كان اللي هو ده الذره الناشف اللي بيبقى جواه يعني ايه، وبيبقى مرمي كده يعني بيبقى زيه زي النشره بالظبط. هي بتبقى طبقه كويسه هوريها لكم برده اهي علشان الناس اللي هي حابه تبقى تفرش منه. بصوا بقى اهو هي ايه، بصوا بقى هو ده يعتبر يعني هو ذره مدشوش يا جماعه، ده بيبقى ذره اخضر ومدشوش، بنسيبه لما بينشف كده، وده بيبقى اكل مواشي، بس ده بيبقى ناشف، ده بيبقى زيه زي النشره بالظبط. ده لو انت مثلا عايزه مش كلفي نفسك ولا حاجه، بتجيبي شكاره منه كده وتفرشها في الارضيه، بيمتص كل الفضلات اللي بتبقى على الارض، وبتبقى فرشه في نفس الوقت بتدفي الطيور عنه، بتبقى حلو قوي يعني. الشراء بتاع النشاره او الناس اللي ما عندهاش قش، بس ده يعني متوفر عند الفلاحين، بس ما حدش يقول بتباع فين او كده، هو ما بتباعش يا جماعه، ده بيبقى يعني متوفر عند الفلاحين. تمام، فانا جبت طبق كده فرشتها للطيور، الطيور بقى بتاكل منه. هو الدك ده اللي عامل اسعاف. فمعلش ففرشت لهم طبق اهيت. فتعالوا يلا كده نشوف الفراخ بتاعتنا وصلت معانا لفين. ده بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه التربيه بتاعت البوكس، علشان كان في حد بيسال وبقول يعني ينفع اربي في العمر كام، هو لغايه العمر ده كويس قوي يعني. انا بحضن في البوكس دوت من عمر اسبوع، بس لما بيكون مثلا الجو حلو يعني يكون الجو دافى وحلو بحضن فيه من عمر اسبوع، لما يكون الجو برد بقى بسيبهم تحت عندي شويه، وما وصلوا كده اسبوعين ولا حاجه واقوم مطلعاهم في البوكس هنا. بعد كده بسيبهم لغايه ما يوصلوا العمر ده، وممكن اسيبهم كمان شويه، هما خلاص يعني عايزين ينزلوا على الارض، بس اتمنى ان عندي المكان مش متوفر ان هما ينزلوا دلوقتي، فانا سايبهم شويه. فده احسن حاجه يا جماعه لتربيه الفراخ. وبربي في بط برده ما شاء الله، بيخلي الطيور عندي يوم هيجي بيومين. لا هنقول بقى لا نظافه ولا تحتهم وحش ولا كوكسيديا ولا الكلام ده كلاته، لا. لو انتوا لاحظتوا شايفين انا يعني على طول دايما بوريهم لكم. فبصوا يعني بسم الله ما شاء الله شكلهم عاملين ازاي في البوكس. بيبقوا نضاف، بيبقوا بعيد عن اي حاجه بقى، ما فيش لا فضلات في البوكس ولا اي حاجه. حتى لو انتم شايفين الارضيه بتاعت البوكس بتبقى، شوفوا شكلها عامل ازاي، يعني بتبقى تحتهم نظافه ويبقى تحتهم حلو. لو في اي حاجه هنا مثلا بتنزل في الارض هنا، وبجردها وبشيلها خالص، وبقوم فرشلهم طبقه اللي انا قلت لكم عليها ديت، ده بيبقى تحتهم حلو. لا بنقول بقى لا ريحه الامونيا بتطلع على عينيهم ولا اي حاجه. حتى انتوا لو انتوا لاحظتوا هتلاقي البرابر بانت يعني عن الديوك، شايفين شكلهم عامل ازاي. انا بس مش عايزه افتح البوكس كله علشان ممكن ايه يطيروا، شايفين ده بسم الله ما شاء الله. يعني هي ديت الدفعه الاخيره يا جماعه اللي انا كنت بقول لكم عليها، الدفعه الكبيره، الدفعه الكبيره انا نقلتها مع الفراخ الساسي، يمكن انتوا شفتوها معايا. كل اللي بقى يكبر معايا كده عشان اخف من الابكاس بقيت انقله هناك عند الفراخ الساسي. تعالوا بقى كده نشوف البوكس الثاني برده اهوت، كنت انا نقلهم على بوكسين اثنين. بس انا مش عايزه افتح برده عليهم لان انا عارفه ان هم هينطوا. بصوا بقى شكلهم ما شاء الله، يعني ايه الديوك بقت شكلها عامل ازاي. ده افضل تربيه يا جماعه لتربيه الابكاس، بتبقى حلوه قوي. تعالوا ما نشوفهم من هنا برده، لان هم كلهم متكلمين اهوت. يعني دي الدفعه الاخيره اللي انا كنت انا كنت جايبه 30 فرخ، قسمتهم على البوكسين هنا وهنا. فبسم الله ما شاء الله، يعني حتى الدفعه الاخيره باذن الله هتلحق معانا برده، هتبقى شامورته حلو قوي زي الفل. فشوفوا بقى انا جايبه لهم برده مكون ايه النهارده كده.
فانا النهارده يا جماعه علشان نحافظ على الفراخ معانا ونخليها تمشي كويسه على طول، جايبه لهم ايه؟ جايبه لهم الشريط اللي انتم شايفينه دوت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فلاجيل. فلاجيل اللي هو بشر، يعني ده يعتبر مطهر معه كويس جدا. ده كويس جدا يعني لو في مثلا اي ميكروب، اي طفيليات، اي اسهالات، في اي حاجه من المشاكل اللي احنا دايما بنشوفها ديت، ده كويس جدا. هنحطه كده كوقائي للفراخ عندنا. في اسهال هنحطه برده، مفيش هنحطه كوقائي. تمام، فتعالوا بقى كده نشوف هنحط كام قرص منه. انا معايا اهو 3 حبات كده اهو، 3 حبات دولت هدقهم كده وافرمهم خالص وهنحطهم لهم على السقايه بتاعتهم. تعالوا نشوف هنحطهم على قد ايه ميه. ده كده يا جماعه 4 حبات اهمت زي ما انتم شايفين، هنحطهم على سقايتين اثنين، يعني كل رتل كده هحط له حبايتين او 3 بالكتير، مفيش اي مشكله. تمام، فانا برده ممكن هزود كمان حبايتين اهوت. ده كده انا خدت 5 حبات اهمت زي ما انتم شايفين، هندقهم بقى دلوقتي في قلب كيس زي ده. ده كده يا جماعه انا عاملاه خالص زي ما انتم شايفين اهوت، نشيل بس العفريه دي. ده كده هناخد نص الحبوب اللي احنا دقناها في قلب السقايه كده اهو، والنص التاني برضو هناخده نحطه في السقايه التانية، يعني اللي هنا رتل بقى وهنا رتل. فهو بقى حتى لو في حاجه خشنه ولا حاجه هتبوش لوحدي. هنحط بقى دلوقتي الفراخ منها. ده كده يا جماعه خلاص خلصنا الفراخ اهوت زي ما انتم شايفين، حطينا هنا سقايه في البوكس ده وهنا سقايه في البوكس التاني. هقول لكم بقى على حاجه لسه ما قلتهالكوش، طبعا انا غيرت العلف من زمان زي ما انتم عارفين، كنت قلت لكم قبل كده معظم الاكل دلوقتي انا بحط لهم دش، دش على علف، على علف خشب. لو انتم لاحظتوا معايا اللي انا اكتشفته في الفراخ ديت بالذات الايام دي ان هم عادوا بياكلوا الدش احسن من العلف كمان، فعلشان كده انا زودت لهم العلف اهو، قلت لهم الدش قصدي، خليته اكتر من العلف. وبسم الله ما شاء الله برده يعني محتفظين بالوزن بتاعهم، مش هنقول مثلا العلف خفيفهم الدش خفيفهم ولا حاجه، لا اللي لسه ما شاء الله الوزن بتاعهم ما شاء الله كويس جدا ومحتفظ بالوزن بتاعهم زي ما هو. يعني معنى كده ان احنا حتى في العمر دهوت هنحط مثلا ممكن ربع الكميه يكون علف، والربع الثاني ممكن نحط شويه فول صويا على شويه دش، شويه عيش مدشوشين، هيخلي الفراخ ما شاء الله يجي يومهم بيومين، يعني هينهضوا رمضان واكتر كمان وهيبقى زاد، يعني هيبقوا مرتاحين جدا والوزن بتاعهم هيبقى كويس جدا ومرتاح على رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. فانا حطيت البوكس ده والبوكس ده، كنت انا حابه بس ان انا اعمل لكم الفيديو دوت على اساس الناس اللي هي بتسال على تربيه البوكس، حبيت ان انا اوريكم تربيه البوكس وصلت معايا لغايه فين ما شاء الله، يعني تربيتها زي الفل. وباذن الله الدفعه اللي هي طلعت من الفقاسه هستنى بس هحضنها تحت كده اسبوع، وهقوم مطلعها في الكاس ده برده نفس الشيء، ودي هنزلها على الارض. ده بقى انا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو دوت، وحبيت ان انا اعمل لكم الفلاجين على اساس الفلاجين ده يا جماعه، الفلاجين ده كويس جدا مطهر معوي، لو في اي اسهالات، في اسهال ابيض، في اي حاجه ده كويس جدا، يعني احسن. خلي بالكم في ناس كتير بتجيب علاج بيطري، الايام دي يا جماعه العلاج البيطري ما عادش مضمون، العلاج البيطري عاد بيجي، ويمكن انا يعني اما بجيبه في اول استقبال للطيور ولا حاجه وانت بحس ان هو يعني بتعب الطيور وكده، فعلشان كده انا بدات ان انا امنعه. يعني نصيحة مني، العلاج البشري افضل واحسن 1000 مرة من علاج البيطري، فاحنا لو في اي حاجة نحاول ان احنا نجيب علاج بشري ونعالج به اضمن واحسن. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.